تعتبر شجرة أيوال من بين الأنواع النادرة عالميا والتي تتواجد في عدة مناطق من جبال الأوراس، إلا أن هذه الشجرة أصبحت مهددة بالانقراض أين تمارس عدة طقوس روحانية للتبرك بهذه الشجرة. المزيد من التفاصيل مع هند الشرفي. تعتبر شجرة عرعر البخور التي تعرف محليا بأيوال أو ثزنزة من أهم الأشجار النادرة عالميا، والتي تعود إلى أكثر من 15 قرنا، وهي اليوم مهددة بالانقراض بغابات الأوراس وتحديدا بجبال منطقة إيشمول. وحسب الروايات المتضاربة بين سكان هذه المناطق، فإن السبب يعود إلى انقراض أحد أنواع الطيور التي كانت متواجدة بهذه المناطق. قدر أني شمول ثاني وذي قيم شادي سلاباس شيليا ثاني كيف وذي قيم شادي سلاباس يلا ثاني ذي لي زونفيرون المحمل لي زونفيرون بوزينا أربيت ما لا ريجيون عيني لي أنه أقلاني دروس ذيس وذي قيم شادي الأنقار تاريخيا على حسب ما تنسلاتي العباد مقرن قرني لا وفروخ هذه تشم زنين هذا عندي طيش ودغمي شجريت ذا في ذا في ميرا هجريت وهو ليش قام ليش شجريت على حسبهم افرخ يدين يروح يوذي يران تشجريت. وتمارس على هذه الشجرة المتواجدة بمنطقة إيشمول من نوع أيوال طقوس روحية وعادات كإشعال الشموع والتبرك أمامها. ما تفهم ما في عز شجريت ما في حتى قدس فارغ ممكن لنتقن ليس الخير نسن يوذان نزيه ممكن كعاد قل خطرو يا رمشة السيس لاباس ممكن تهننت دي لو جور النس انت تقلن تمقرا دي النوع النس. فهل من أساليب تحمي هذه الشجرة النادرة من الانقراض وتعيد لها الحياة هنا بجبال الأوراس؟ نهاية النشرة المحلية وهذا تذكير بالعناوين. في غليزان غلاء الأعلاف ومشاكل أخرى ترهن منتوج الحليب. وبسكيك حي الإخوة ساكر معاناة لا تنتهي. بتيزي وزو السكان يستبشرون خيرا بتساقط الأمطار والثلوج. وفي باتنا كما تابعتم شجرة أيوال مهددة بالانقراض في منطقة إيشمول. شكرا لكم على المتابعة الطيبة، تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل معي لهذه الأمسية، والسلام عليكم.